سلحفاة اسمها جوناثان. جوناثان سلحفاة، هذا الكائن اللي نقدر نقول بحري وبري وكل التفاصيل المتعلقة بتكوينه، في موجود بقاله ما يقترب من 200 سنة، عمره 200 سنة، انتقل من منطقة إلى أخرى، ولدرجة أنه واخد ما يسمى ما يشبه الجنسية، وشاهد على التاريخ ومراحل كثيرة جدا. لحد دلوقتي هذه السلحفاة جوناثان موجود وحي، بيقترب عمره من 190 سنة إن لم يكن أكثر من ذلك. حكاية من الحكايات الغريبة في القدرة على البقاء في الحياة على سطح الأرض، رصدناها لحضراتكم النهاردة. نعرف يا ترى بدأ فين وقصته إيه وانتقل منين لمنين، وإيه سر هذا العمر الطويل. طبعا ربنا يعني صاحب القدرة في كل شيء، لكن هناك بعض التفاصيل العلمية والأبحاث اللي اتعملت على هذا الكائن الحي حتى الآن، واللي وصفناه بأنه شاهد على التاريخ. نشوف مع حضراتكم في حكايات المساء مع قسوة. هي سلحفاة تبلغ من العمر 188 عاما، وتعد أقدم كائن حي على وجه الأرض. قد ينظر إليها البعض على أنها مجرد حيوان، إلا أنها في الواقع الأمر شاهد على العالم ومتغيراته. فقد عاصر جوناثان الحربين العالميتين الأولى والثانية، وقيام الثورة البلشفية في روسيا، وسقوط عهد القياصرة بها، بالإضافة إلى تغيير 39 رئيسا للولايات المتحدة وسبعة ملوك لبريطانيا. وبحسب كتاب طول العمر الأقصى، اكتشاف أقدم الكائنات الحية على الأرض للكاتبة كاريلا تشاناكيني، فقد ولد جوناثان عام 1832، وهو سلحفاة من فصيلة فرعية نادرة من سلاحف الضبرة العملاقة بجزيرة سيشل الواقعة في المحيط الهندي، أي قبل 5 سنوات من تتويج الملكة فيكتوريا على عرش بريطانيا. وأصبح ميلاده يسبق الكثير من الاختراعات التي عرفتها البشرية، مثل أول طابع للبريد والذي ظهر بعد 8 سنوات من ولادته، وأول مصباح كهربائي عرفه العالم عند وصوله سن 47، بالإضافة إلى معاصرته بناء أول ناطحة سحاب عام 1885، وبعدها بعامين يكتمل بناء برج إيفل، والذي يعد معلما وطنيا للدولة الفرنسية. ومن محل ميلاده بجزيرة سيشل ينتقل جوناثان إلى جزيرة سانت هيلنا بالمحيط الأطلسي عام 1882، وهو بعمر 50 عاما، مع 3 سلاحف أخرى، وهي الجزيرة التي نفي إليها نابليون بونابرت بعد هزيمته في معركة واتلورو عام 1815. ولسوء الحظ لم يلتقي به، حيث توفي نابليون قبل 6 عقود من وصول جوناثان إلى الجزيرة واستقراره بها، حيث منح كهدية إلى حاكم الجزيرة آنذاك ويليام جراي ويلسون ليعيش في أراضي بلانتيشن هاوس، وهو المقر الرسمي للحكومة، وأطلق عليه هذا الاسم الذي يحمله حتى الآن في 30ات القرن الماضي من قبل حاكم الجزيرة وقتها السير سبنسر ديفيس. ومع توالي الحكام الذين بلغ عددهم 33 حاكما للجزيرة، بقي جوناثان في نفس المكان حتى وقتنا الحالي، وتحت رعاية تامة من حكومة سانت هيلينا. وخلال فترة شبابه كان جوناثان أكثر نشاطا، حيث كان دائم الحركة ويحاول الصعود إلى الكنيسة الموجودة بالمكان. وفي أواخر الستينات بدأ يكتسب بعضا من السلوكيات العدوانية، حيث كان معتادا على تعطيل لاعبي الكروكيت في ذلك الملعب بالجلوس على كراتهم، بالإضافة إلى قلب المقاعد بجوار ملاعب التنس، الأمر الذي فسره البعض نتيجة إلى شعوره بالوحدة، الأمر الذي دفع الحاكم ديرمود مورفي إلى طلبه من حكومة سيشل الحصول على رفقة لتكون مع جوناثان، حيث تمت الاستجابة بإيفاد السلحفتان إيما وديفيد. ومع عمره الكبير والذي بلغ 188 عاما، عمد القائمون على رعايته بوضع خطة مفصلة للتعامل مع الوضع حال وفاته، حيث تم كتابة نعيه والاستعداد لمرحلة دفنه في سانت هيلنا.
إلا أنه حاليا يتمتع بصحة جيدة وبشكل مدهش على الرغم من أنه كفيف البصر نظرا لإعتام عدسة العين لتقدمه في السن. ومن المرجح أنه فقد أيضا حاسة الشم، لكنه يحتفظ بسمع ممتاز وشهية مفتوحة، حيث تناول الموز والملفوف والجزر ويتمتع بصحبة الناس، ويقضي عادة أيامه في الاستلقاء في الشمس ومضغ العشب والاسترخاء مع أصدقائه السلاحف ثلاثة بعد انضمام السلحفاة فريد إليهم، حيث يعيشون في حياة هادئة جدا رغم اعتبار جوناثان رمزا كبيرا بالجزيرة لدرجة تواجد صورته على ظهر العملة المعدنية ذات الخمسة بنسات. وحتى الآن لا أحد يعرف سبب وصول جوناثان إلى هذا العمر الاستثنائي، إلا أن عالمة الطبيعة البروفيسور ريبيكا كيرينزويكس ترجح أن السبب يرجع إلى تأثيرات أذان القرد، وهو عشب طبي شائع ذات أوراق مستديرة تشبه إلى حد ما أذان القرد، والموجودة في المراعي المنتشرة بالجزيرة، حيث لها فوائد طبية جمة في إزالة السموم وتقليل الالتهابات والحمى وتعزز الشفاء والمناعة. لعل ذلك هو ما ساعد جوناثان في بلوغ واستكمال سن الشيخوخة ليصبح جوناثان شاهدا على تاريخ العالم، لكنه شاهد لا ينطق.